السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك حبيبنا طلاب ثانوية عامة كلهم، اللي جاب مجموع كبير أو اللي جاب مجموع قليل، كلكم ألف ألف مبروك ليكم. أنت بالفعل تفوقت أيا كان جبت المجموع طالما عملت اللي عليك. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي إن إحنا نتعب ونعمل اللي علينا، بعد كده المجموع ده أرزاق ربنا بيبعتها لنا لحكمة ما يعرفهاش أي حد غير ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا نرضى برزق ربنا. انا بنتي جابت 75%، طبعا فخور جدا بيها، ومش بتفوقها عشان بس ما حدش يفهم الموضوع غلط، عشان ما غيرش مفهوم التفوق عند الناس. انا فخور باللي بنتي عملته. هي بصراحه عملت اللي عليها، ما قصرتش. ممكن تكون قصرت شويه في النص، لكن ده الطبيعي بتاع اي حد. لكن في الاخر مجموعها مناسب بقى اللي هي عملته او مش مناسب، احنا راضيين برزق ربنا الحمد لله. الف الف مبروك ليها ومبروك ليكم. واهم حاجه تفرحوا يا جماعه، يعني افرحوا والله باي حاجه جبتوها، سواء مجموع عالي او مجموع قليل، والله افرحوا وخليكم فخورين بنفسكم. احنا اكتر ناس عارفين احنا تعبنا في السنه دي. والله انتوا تعبتوا جدا جدا السنه دي، واحنا كلنا عارفين تعبتوا ازاي والله. وقعده البيت وتسويحة الدروس وكل حاجه، احنا اكتر ناس عارفين احنا تعبنا قد ايه. فبجد بجد خليكم فخورين باي حاجه جبتوها، وافرحوا جدا جدا سواء جبتوا اي مجموعه، خليكم فخورين بنفسكم وخليكم فخورين باصحابكم برضه. فخور انك عملت اللي عليك، فخور انك عملت اللي عليك، وربنا رزقك باللي انت عايزه. وبلاش برضه لما حد من اصحابكم يبقى جايب اعلى منكم تتضايقوا كده، بالعكس افرحوا له جدا جدا جدا، كلها ارزاق. وبالعكس برضه لو حد جايب اقل منكم ما تقعدش تقول له يا ربنا يعوض عليك رب. لا لا عادي، ما اتحرقش. هو لما جاب مجموع قليل ده رزق ربنا بعته له يفرح بيه، واحنا نفرح له ونفرحه بيه. الف الف مبروك ليكم. وامبارح انا نزلت بوست لزمانه، بصراحه فرحتوني جدا، انتشر على المواقع كلها، وبقينا يعني سعيد جدا والله. فرحتونا اكثر ما كنا فرحانين بنجاح زمانة، يعني فرحتونا والله معاكم، ومتشكر جدا ليكم. ويا رب دايما تنبسطوا على طول، وعقبال الدفعات الجايه تنبسط زي ما انتم انبسطتوا. الف الف مبروك للكل. واوعى اوعى تخلي مجموعه ثانويه عامه هو التارجت اللي في حياتك خالص. لسه في جامعه وتسويحه لسه في بعد الجامعه كمان تخرج، وفي شغل، وفي بحث عن وظيفه. كل الحاجات دي كلها ارزاق والله. الموظف اللي بيشتغل ايا كانت مهنته، ربنا بيبعت له فلوس، بيبعت له ترقيه، بيبعت له شهره، دي ارزاق. برضه طالب ثانويه عامه ربنا بيبعت له مجموع قليل، مجموع كبير، كلها ارزاق. افرح برزق ربنا واحمد ربنا عليه، وتبطل النغمه بتاعت انا ربنا اراد كده وانا راضي بحكم ربنا، وتقعد تعيط. لا خالص، الرضا بحكم ربنا يعني تفرح تنبسط وتقول الحمد لله من قلبك. واتظلمنا وبتاع لا عادي، ما اتظلمنا. في ناس بتظلم فعلا، انا مش هكذب عليك، في ناس بتظلم فعلا، ده طبيعي في حياتنا كلنا. في موظفين كتير جدا بتشقى في شغلها، وفي واحد ما اشتغلش بياخد الترقيه بتاعته، ده عادي. برضه طالب ثانويه عامه في ناس تعبت فعلا، وانا اعرفها وشقيت وما جابتش اللي هي منتظراه، الحمد لله. طبعا اي حد غير جمانه عملت عليها وبس، معلش اكثر من اللي عليها. تمام. فالف الف مبروك ليكم، ربنا يسعدكم يا رب ويفرحكم، وربنا يبارك لكم.